نحن هنا للتعبير عن الرفض المطلق لجريمة القتل البشعة، والتي تؤكد أن حياة أي مواطن عربي هي مسؤوليتنا جميعا. هذه الأم التكلة التي جاءت من أجل تقديم علاج لابنها، الذي من أجل أن يلقى العلاج لقي الوفاة، وهذه الدموع الحزن لا يوجد لها أي مبرر أو سبب إلا الحقد والكراهية نتيجة للتحريض الدموي. وفي نفس الوقت وبالرغم من الحزن الكبير، قامت هذه العائلة بعمل إنساني لا يستطيع أن يقوم به أعظم شخص، وهم أن يتبرعوا بأبنائهم لمنح حياة لآخرين. هذا عمل غير مسبوق، هذه قيم الإنسان العربي مقابل العنصرية والقتل يوجهها بالحياة، مقابل سلب الحياة من أبنائهم يتم منحهم الحياة للآخرين. هذه القيم الإنسانية التي بها ننتصر. وفي نضالنا ومتابعتنا يجب توفير الحماية لكل مواطن عربي وتقديم المجرمين القتلى إلى المحاكم. المسؤولية ليست مسؤولية فردية وإنما مسؤولية جماعية نتيجة للتحريض الدموي العهد الممنهج المستمر ضد مواطنينا العربي. ولكن نحن نقول لن تنجحوا في أن تجعلوا منا عهدة حمر، وإذا قتلتم مصطفى سيأتي عمر، وإذا سحقتم وردة فسيبقى عمر. فنحن في هذه الوطن من فجر العصر، وهذه العمل المستمر هو رسالة لحكومة إسرائيل ولكل العنصريين أن وراء أصبح هنالك شعب كامل. والمطلوب هو استمرارية المتابعة والمظاهرات حتى تقديم القتلى المجرمين إلى المحاكم. هذه مسؤولية الجميع وليس مسؤولية والدي الشهيد مصطفى رحمه الله.